خلونا في البداية وقبل أي شيء نقدم خالص تعازي ولا مواساة وكافة المشاعر الطيبة وكافة مشاعر المواساة في ضحايا الحادث الأليم، حادث سقوط أتوبيس المنصورة بالأمس واللي كان بينتقل امبارح من مكان للتاني ومحمل بالمواطنين والطلاب على طريق مدغمر المنصورة بالقرب من مدينة أجا بجنوب محافظة إد أهلية. حادث أليم، والحقيقة يعني شفنا ضحايا كتير جدا أبرياء ما لهمش أي ذنب، طبعا شباب وفي أطفال وفي كمان ناس من أسرة واحدة، 5 أو 6 أفراد من أسرة واحدة. دي حقيقة حاجة صعبة جدا وأمر موجع جدا جدا، خالص التعازي ليهم، ربنا يصبرهم ويصبر عائلاتهم ويجعلها آخر الأحزان يا رب. كمان بالمناسبة المواساة بنواسي واحد من أهم الناس الموجودة داخل منظومة نادي الزمالك وفريق كرة القدم بنادي الزمالك، كابتن مصطفى ميلا مسؤول المهمات في وفاة أخوه الحاج فهمي، بنبلغه طبعا خالص التعازي من برنامجنا ومن قناة نادي الزمالك. قبل ما نخش في موضوعاتنا في البداية، أهلا بيك يا إنجي، طبعا حادث صعب جدا، حادث أكيد المنصورة امبارح. أكيد، أهلا بيك يا أحمد وأهلا بكل السادة المشاهدين. طبعا بقاء لله، بنعزي أنفسنا في المقام الأول على أهالينا وعلى إخواتنا في الحادث الأليم ده، ربنا أكيد يرحمهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويصبر أهلهم وذويهم. الحقيقة أنه الحوادث اللي زي كده بتكون مؤلمة جدا، يعني بتألم جدا لما بشوف حاجة زي كده والنوع ده من الحوادث بالذات. بحسب بيان محافظة الدقهلية، فللأسف السواق زي ما عرفنا كان بيتكلم في التليفون وكان للأسف مش مركز، وكمان الركاب اللي هم الضحايا حذروه وحاولوا ان هم ينبهوه ان كان في عربية جاية في الاتجاه المعاكس قصاده، لكنه ما خدش باله للأسف غير بعد فوات الأوان، فحاول ان هو يحدف او يعني يروح ناحية تانية بالأتوبيس، فنزل طبعا في المية ونط هو من الأتوبيس وساب الضحايا وساب الناس الركاب يغرقوا. للأسف ده نتيجة الإهمال، يعني ده ما ملوش حل غير الإهمال البشري، الاستهتار بأرواح الناس، الرعونة في أن أنت تحافظ على الناس اللي هم في مسؤوليتك اللي أنت سايق بيهم والمفروض أن هم في مسؤوليتك. كل ده مش هينتهي غير بالقوانين، قوانين رادعة لو طبقت بشكل كبير أو بشكل أكبر من كده يمكن الحوادث اللي زي دي تقل بشكل كبير جدا، عدد الضحايا أو عداد الضحايا الأبرياء ده يتوقف. مرة تانية خالص التعازي والمواساة، ربنا أكيد يصبرنا كلنا على هذا الحادث الأليم. اللهم آمين يا رب.